أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا. وهذا البرنامج أباء وأبناء، هذا البرنامج الذي لكم ومنكم. فهذا البرنامج يقدم لحضراتكم الأمراض التي تصيب الإنسان وحوارات مفتوحة مع أطباء متخصصين يتعرضوا لكل مرض من حيث الأعراض والوقاية وأيضا أحدث طرق العلاج. تابعونا أعزائي المشاهدين من خلال فقراتنا المتعددة والمتخصصة من خلال أباء وأبناء. مشاهدي الاعزاء، وفي لقائنا اليوم والجديد في الطب بيسعدنا ان يكون لنا لقاء مع الدكتوره ساميه الحفناوي استشاري امراض البطنه والسكر، واللي هتكلمنا النهارده عن مرض السكر ومضاعفاته. دكتوره ساميه، اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. يعني هو لما بنتكلم عن مرض السكر بنقول ان هو البعبع بتاع الناس، يعني هو ده الضيف اللي لازم او مفروض على البني ادم ان هو يتواءم معاه من بدايته وحتى نهاية العمر. عشان كده الشخص اللي عنده سكر بيبقى حريص جدا على معرفة كل شيء عنه. في الأول خالص نعرف وقاية من هذا، أو أعتقد السكر مفيش منه بقى وقاية، لكن أسبابه بتكون إيه عشان الواحد إلى حد ما يتجنبها؟ هو أولا السكر ما هواش بعبة. يعني هو دلوقتي أصبح صديق رفيق للإنسان، يعني المفروض ان انا اتعايش معاه واعرف ايه الصح وايه الغلط في الاكل، في التصرفات، في الوقاية منه، بحيث ان انا مش هيبقى ضيف تقيل. لان مريض السكر هو اللي بيعالج نفسه مش الطبيب، هو اللي بيبقى عارف ايه اللي بيضره وبيمتنع عنه، ايه الكويس ليه وبيمشي معاه. فهو مش بعبع. ثانيا بالنسبة لأسبابه، نقول اول الوقاية منه، هي الوقاية ان انا لو في حد في العيلة عنده سكر هو يعتبر 90% وراثي. لكن مش بقول ان مثلا الوراثة، يعني الخلية بيبقى فيها كروموزومات، الكروموزومات دي بتحمل جينات، الجينات بتحمل الصفات الوراثية. لا، هو ما ثبتش ان في جين معين بيحمل مرض السكر، لكن بيبقى صفة وراثية وموجودة في العيلة. ممكن اوي الام عندها سكر او الاب، ممكن اولاد يطلعوا عندهم سكر واولاد لا، ممكن الام والاب ما عندهمش لكن الجد عنده، فبيطلعوا برضو في اولاد واطفال بيحملوا مرض السكر وفي لا، فبيبقى حسب الصفات الوراثيه السائده او المتنحيه. لو جينا في اطفال
عيلة عندها سكر، الفاميلي هيستوري فيها سكر، مش مفروض ان انا يتجوز عيلة تانية فيها سكر، وإلا هتبقى صفة سائدة وهيطلع الاولاد عندهم سكر. وعشان كده بنقول ان لازم بيحللوا قبل الجواز وبيعرفوا الحالة المرضية او الحالة الصحية عموما. في حاجة تانية، ان الاولاد يراعوا في تربيتهم ان هم ما يبقوش مقبلين على الحلويات، ما تبقاش المكافأة بتاعت الطفل هجيب لك شوكولاتة، عشان لو اتعود على كده ما اقدرش امنحها منه ابدا. الكربوهيدرات بتبقى فيه احيانا سلوكيات، ما بتبقاش وراثه لكن سلوكيات في العيله، العيله دي بتبقى كلها اب وام واولاد سمان. السمنه دي من الاساسي لمسبب لمرض السكر وغيره والامراض الثانيه. برضو سلوكيات العيله مفروض انها ما تكونش البيهيفير بتاعتهم بالاكل، ما تبقاش الكربوهيدرات والحلويات والسكريات والكلام ده كله. دي برضو سبب. احيانا بقى في بعض الادويه بتسبب مرض السكر زي الكورتيزون زي الاسبرين، في بعض الادويه، فبرضو دي نبقى عاملين حسابها. هل الشخص اللي الاسبرين يسبب مرض السكر؟ استعمال السلسلات كتير ممكن يسبب مرض السكر. يعني دكتوره سامية، شايف انا حضرتك لما اتكلمتي عن السكر اتكلمتي عن الوراثه بخلاف الادويه او الاطعمه او النظام الغذائي يعني. طب لما بقى واحد يقول للتاني حرقت دمي جبت لي سكر، هل ده مظبوط؟ اه صحيح صحيح، ان بعض الشخصيه بعض الناس بتبقى عندهم الاستعداد انه يصابوا بالسكر لاي تنشن، لفرح كبير قوي او لزعله جامده قوي ممكن يجي لهم سكر، ودي بيبقى يعني سكر عصبي وبتيجي للسن الكبير ما بتجيش للصغيرين. طب السكر العصبي ده برضو بيرافق الانسان الفتره المتبقيه؟ اه مفيش واحد بيجي له سكر وبنقول ان هو راح، لكن بيبقى كنترولد، يعني ممكن يبقى كويس قوي ما ياخدش علاج خالص، لكن بيمشي على نظام معين من الاكل، بيمشي على الرياضه. الاكل دي نمره واحد في علاج السكر، الرياضه نمره واحد. فالاشخاص اللي بيجي لهم سكر على في سن كبير دول بيبقوا مش خطر، وبس بياخد باله من اكله، بياخد باله من الرياضه، وبياخد باله من التنشن ان هو ما يزعلش وما ي... ما ي... ما يتنرفزش. اللي بيجي للاطفال هو دي بقى اللي بتبقى مشكله، انه لازم ياخد انسولين وملوش علاج تاني غير كده، وانسولين حقن، لان لغايه دلوقتي لسه ما توصلوش لانسولين كبسولات او اقراص زي ما قالوا لسه، لكن لسه ما جالش يعني، ما حدش قال ان احنا استعملنا لسه اقراص انسولين. طب اعراض هذا المرض ايه يا دكتوره، خصوصا اذا قلنا بالنسبه للاطفال، لان دي طبعا يمكن الام ما تكونش واخده بالها من الموضوع ده. الام المفروض انها تنتبه للتبول اللا ارادي، تنتبه للعصبيه الشديده للطفل، تنتبه لاقباله الشديد على الميه، تنتبه لان هو بيتعب بسرعه، بيبقى مجهد لاي مجهود يقوم بيه، يعني ما يبقاش زي الطفل الطبيعي العادي. فبياخده الطبيب بيحلله ويشوف اذا كان عنده سكر او لا، ويبتدي يتعامل مع الام ازاي تخلي الطفل يمشي على العلاج من غير ما يكون ده حاسس ان ده ضغط عليه. ان انا ما وجدتش قدامه الحلويات، ما وجدتش قدامه الحاجات اللي داخله فيها سكريات، او مثلا الذره الايس كريم، الحاجات دي كلها اللي هي الاطفال بيقبلوا عليها. وبعد كده بتلاقي الطفل المريض بالسكر هو طبيب نفسه، الولد يبتدي يحس ان هو لا ده بيتعبه فبيبتعد عنه لوحده. تلاقيه في تصرفاته الطبيعيه تلاقيه الولد هادي بطبعه، تلاقيه بيتصرف زي راجل، عارف ان ده متعب وان ده كويس، وانه ده عارف ان هو بيحافظ على نفسه، فبيتصرف كراجل، بيتصرف بحساسيه وبحساب شديد جدا في اكله. دكتوره ساميه، ايه الجديد في علاج مرض السكر يطمئن الناس؟ زرع البنكرياس او البنكرياس الصناعي والبنكرياس الطبيعي. البنكرياس الصناعي دي عباره عن جهاز مكون من 3 اجزاء، بس هو جهاز كبير ولازم يستعمل في المستشفى، ما يقدرش المريض يتحرك بيه، ودي بتبقى للحالات اللي في سكرها عالي، للاطفال اللي مش قادرين يعملوا كنترول، للحالات الخلايا البنكرياس اللي هي ايلدز اوف لانجر هانز، خلايا لانجر هانز اللي مسؤول عن افراز الانسولين اللي مسؤول عن تنظيم كميه السكر في الدم. فده بيبقى جهاز موجود خارج الجسم بيحلل نسبه الدم، وبيشوف اذا كان في زياده في السكر بيدي انسولين،
اذا كان في نقص في السكر بيدي جلوكوز، فده طبعا يعني بيستخدم في حالات بقى لما يكون في عمليه عاجله وفي واحد عنده اسيتون، في واحد مش قادر يعمل كنترول وسكره عالي قوي فبيعملوا له الجهاز البنكرياس الصناعي. البنكرياس الطبيعي ده يعني بيتاخد، ودي اتجربت بره بس عندنا في مصر لسه، ان هو بيتاخد بنكرياس بتاع جنين لسه مجهض، جنين مجهض سقط وبياخدوا البنكرياس بتاعه اللي بيكون كامل النمو. البنكرياس ده بيبقى عبارة عن خلايا لانجر هانز المسؤول عن الانسولين. هو البنكرياس جزئين، جزء بيفرز الانسولين وجزء مالوش دعوة بالانسولين، مسؤول عن حاجة تانية. فهو الخلايا البنكرياس اللي موجودة في الجنين المجهد عبارة عن جزر لانجر هانز، فبياخدوها بيزرعوها للمريض السكر وبيبتدي ينظم السكر لوحده. دكتورة سامي، احنا في نهاية لقاءنا مع حضرتك بنشكرك جدا على هذا اللقاء، وبنوجه عناية السادة المشاهدين الى الانتباه الى حد كبير جدا لهذا المرض، وان هو ما يسببش اي مشكلة بالنسبة لهم، ويعتبروه زي ما حضرتك قلتي في بداية الكلام صديق ومرافق ليهم، ويتعاملوا معاه من هذا المنطلق عشان يستريحوا. واعتقد ان هو بهذا الشكل نسبته مش هترتفع، فمش هتتعبهم طول ما هم متوائمين معاه. شكرا يا دكتورة. شكرا يا فندم. اعزائنا المشاهدين، مع رسالة جديدة من رسائلنا لجميع افراد الاسرة، وبنتحدث بالفعل في هذه الفقرة عن الشيب. والشيب الحقيقة كنا زمان بنراه على رؤوس الكبار كبار السن، ولكن دلوقتي بنلاقي في مرحلة الشباب بدأ يظهر هذا الشيب وأصبحت ظاهرة واسعة. بنرجع هذا الحديث وهذه الرسالة للأستاذ الدكتور منير ويليام ضيف هذه الفقرة، استشاري جراح التجميل والأمراض الجلدية. طبعا دكتور منير، احنا النهاردة بنتحدث عن الشيب، ويمكن في البداية وزي ما قلت ان هي أصبحت ظاهرة واسعة جدا، عايزين يا ترى نقول بنرجع هذا السبب للعامل الوراثي، وهل كل الناس اللي بتصاب دلوقتي بنسبة كبيرة كلهم عوامل وراثية ولا في حالات أخرى؟ هو سيادتك لو اتكلمنا عن الشيب ما ننكرش ابدا العامل الوراثي، وما ننكرش ابدا تقدم السن. أيوة. يعني تقدم السن عند سن معينه لابد ان الشعره تبتدي تتكون فيها، انها يبدا لون اللون الابيض، وهنقول ليه لونها بيبقى لون الابيض. في البدايه انا عايز اقول ان الشعره بتاخد لونها من ماده الميلانين. وماده الميلانين دي ماده ليها نوعين، يا اما النوع المنتشر الاقي ان حبيبات هذه الماده منتشره ودي بتديني اللون الاصفر، يا اما النوع المتركز وبلاقي الحبيبات متجمعه في نقط وده بيديني اللون البني الداكن الى الاسود. ايوه. ودرجه الانتشار والتوزيع هي اللي بتديني درجات اللون المختلفه اللي انا بشوفها. اللي بيحصل ان في الشيب بتحصل حاجه من حاجتين. أيوة. الحاجه الاولانيه ان ماده الميلانين دي بيحصل فيها نوع من الاكسده، بيدخل الاكسجين يحرقها وبيحولها لمواد بيضه اللون. دي نقطه. النقطه الثانيه ان في فقاعات هوائيه، وبكررها، فقاعات هوائيه بتدخل في داخل الشعر وتبقى الشعر ياخد اللون الابيض. يعني لما امسك الشعر الابيض ده وبحلله تحت الميكروسكوب الاقيه مليان فقاعات هوائيه. ومن هنا يبقى اكسده ماده الميلانين مع وجود هذه الفقاعات الهوائيه هو اللي بدا يديني الشعر الابيض. الشعر الابيض بيظهر عوامل كثيره جدا، عوامل وراثيه، تقدم السن متشكر، لكن في حاجات ثانيه كتير قوي. اشياء تتعلق بالتغيرات اللي بتحصل في الغدد الصماء. سواء الغدة الدرقية بالذات وزيادة إفراز هذه الغدة الدرقية. عوامل تتعلق بنقص كمية الزنك في الدم. عوامل بتتعلق بنقص كمية الحديد في الدم. عوامل بتتعلق بالانفعالات النفسية والعصبية. عوامل تتعلق بأمراض القلب والكلى. واحد جاله مرض زرقة صدرية تاني يوم شعره بيض. ناس دخلوا في حادث مركب والمركب غرقت، وبعد 8 ساعات وجدنا ان مجموعة القبطان كلهم شعرهم بقى ابيض، ودي حاجة موجودة عندنا ريبورتد. ولغايه النهارده ما نقدرش نعرف التمثيل او التفسير العلمي لهذه الحاله. مجموعه من الناس شعرها ابيض تعرضوا جميعا لحادث فجائي في خلال ساعات، الكل بقى شعر ابيض. ما نقدرش نقول ظاهره علميه او تفسير علمي قوي. أيوة. يحدد هذا التغير الفجائي في خلال 5 6 ساعات 10 ساعات. ايوه. اذا الشيب دي ظاهره. ايوه. لابد ان بالظبط، ولابد ان نقبل بوجودها. وان هذه الظاهره لابد ان احنا نتعامل معاها على حسب الحاله وعلى حسب
حسب التغيرات اللي ممكن موجوده في داخل الشعر. هو طبعا يعني الشاب بشكل عام يعني احنا بنقول ليه علاقه بالحاله النفسيه، ولما كمان الشاب بيرى هذا الشيب بيصاب بحاله نفسيه اكثر ان هو كبر في السن والهموم ازدادت. ولكن احنا النهارده برضو لو تحدثنا عن علاقه الغذاء بلون الشعر، ممكن الغذاء برضو نقدر نقول نحمله عبء شويه في التحكم في لون الشعر. هو سيادتك علشان اكون سادة في كلامي، لا توجد علاقه مطلقا بين الغذاء والشعر، لكن في حاجه واحده لقيناها في الطب وبنحاول نربط بيها. الاطفال حديث الولاده في مرض نقص البروتينات المعروف بمرض الكواشركور، الطفل بيكون عمره شهرين ثلاثه ويتسلخ الجلد لان مفيش عنده بروتينات، بنلاقي شعره مفيش شعر خالص. ايوه. مجرد ما بيتم علاج هذا الطفل واعطائه البروتينات المناسبه بنبص نلاقي الشعر يتكون. فابتدى العلماء يربطوا بين نقص البروتينات وبين عدم ظهور الشعر وظهوره. ايوه. لكن تحول الشعر الى اللون الابيض او اللون ايا يكون نوعه لا ثمة علاقه به. وفي حاجه ثانيه عايز اقول عليها، ان الشعر ممكن يتغير بالوان مختلفه. يعني احنا بنتكلم عن الشعر الابيض والشعر البني والشعر الاسود. طب ما الناس اللي بتشتغل في النحاس شعرها بيبقى لونه اخضر. والناس اللي بتشتغل في الكوبالت شعرها بيبقى لونه ازرق. ايوه. يبقى انا اقدر من خلال الشعر اعرف طبيعه عمل الشخص اللي قدامي. ايوه. لان الشعر زي ما احنا قلنا ده كائن حي بيمر بمراحل النمو، وبالتالي بينعكس كل شيء الانسان بيعمله على طبيعه الشعر. طب احنا بنقول ما فيش علاقه ما بين الغذاء وما بين لون الشعر، ولكن اكيد الدواء ممكن يكون ليه علاقه ايضا بلون الشعر، يعني يكون في دواء او عقاقير مستخدمه ممكن تؤثر. تماما. في اولا مجموعتين. الحاجه الاولانيه الادويه التي تتم تناولها في علاج الاورام المختلفه تؤدي الى سقوط كامل الشعر. أيوة. وبتفرق درجته من حاله لحاله ومن سن لسن ومن نوع دواء لنوع دواء اخر. الحاجه الثانيه ان في بعض الادويه اعطائها بيغير لون الشعر. وكان اشهر حاجه معروفه من الادويه اللي بتتاخد في الملاريا البنزوكين، اللي كان بيحول لون الشعر الى الدرجات المختلفه من الاخضر والازرق. وده من الحاجات اللي وقفت دلوقتي. لكن عايز اقول ان في من خلال الدواء يتم افراز مواد تنفرز في الشعر ويبان نوع هذا العقر. عايزين نقول هل هناك بقى في بعض الطرق للوقايه او لمنع هذه الاصابات ممكن للون الشعر او حتى تاخير يعني ظهور اللون الابيض؟ هو الحقيقه عايز اقول لسيادتك في كلام طبي بيقول ان تناول برامين وبنزويك اسيد، وده نوع من فيتامين ب المركب، 300 ملي جرام كل يوم لمده شهرين، بيؤجل تماما ظهور الشعر الابيض. انما احنا علشان نكون محقين احنا هنقول وصفتين بساط جدا للاعشاب. الوصفه الاولانيه عشب المريميه، اذا استخدم بنجيب 4 معالق من عشب المريميه ده ويغلى في الماء لمده ثلث ساعه، وبعدين بتصفى هذه الماده وتغلى مع الشاي وتتصفى الماده دي، ونبتدي نتهم بها الشعر كل يوم بالليل على مدى شهر، يبتدي الشعر يتحول الى اللون بالدرجه اللي احنا عايزينها. وده مفيد جدا الحقيقه في علاج الشعر الابيض. في وصفه ثانيه قويه جدا الحقيقه، عباره عن 4 معالق من المريميه مره ثانيه بنجيبها وبنغليها وبنصفيها، وبعدين بنحط عليها معلقه من القرنفل. ايوه. ونص معلقه من الحنه حسب الدرجه اللي احنا عايزينها. ايوه. وبنحط عليها نص كوب ماء من الشاي المغلي اللي سابها غلي لمده ثلث ساعه. وبناخد هذه الخلطه اللي هي المريميه مع القرنفل مع الشاي اللي سابها غاليه مع الحنه، وبيتعمل مزيج بيغلى ويتصفى. وده من اقوى الحاجات اللي ممكن نستخدمها في علاج الشعر. بتستخدم يوميا مثلا؟ دي بتستخدم مره كل اسبوع على مدى شهر، وبعدين بتستخدم مره كل شهر. وده شيء من الاشياء المستحبه في علاج الشعر الابيض. لكن في البدايه بنرجع بنقول ان الشعر الابيض في ناس جدا بيحترموا هذا الشعر وبيعطيهم نوع كبير معين من الوقار، وان مش مشكله ان انا شعري يكون اسود او ابيض، لكن المشكله ترجع لشخصيه الانسان وطريقه تصرفه. واذا حاول ان هو يميل شعره الى الالوان الطبيعيه احنا معاه. نشكر حضرتك، واعتقد وصلت هذه الرساله لكل المشاهدين. واحنا بنقول ليس للشيب فقط وكبار السن، ولكن نقول لجميع الاعمار، ولنا عزيزي المشاهد ان نختار حالتنا النفسيه وهمومنا ونبعدها تماما حتى نبعد عن الشيب. عزيزي المشاهد، مع فقره جديده من اباء وابناء. مشاهدي الاعزاء، ومعلومه النهارده بناخدها من الاستاذ الدكتور احمد عبد اللطيف، استاذ امراض القلب بكليه الطب جامعه الازهر، وهيقول لنا النهارده معلومه بتهمنا كلنا، وهي التدخين. التدخين معروف ان هو له صله مباشره بالقلب،
مهما كنا اتكلمنا في فقرات وحلقات سابقة عن موضوع التدخين في أي تخصص من التخصصات، إلا أن التخصص المباشر بالنسبة للتدخين هو القلب. دكتور أحمد أهلا بيك معنا. أهلا يا فندم. طبعا التدخين يبقى القلب، يعني ده شيء معروف للجميع حتى للمدخنين. تمام. بداية حضرتك بالتأكيد ما بتدخن. هو مش هيكون في ملل أبدا بأن احنا نتكلم عن التدخين ونعيد الكلام عن التدخين. حضرتك تدخن مرض القلب؟ طبعا لا. يعني لن نمل من الحديث عن هذا، لأن مهما قلنا وكبين على العلبة التدخين ضار جدا بالصحة، وكل وسائل الإعلام يعني بتقول الكلام ده، ومع هذا أنا شايف إن عدد المدخنين في ازدياد مش في تناقص. وده يمكن بيفتح الحديث عن حاجة، ان حدوث الذبحة الصدرية وجلطة الشريان التاجي فيه دول كتيرة النهاردة استطاعت ان هي تخفض عدد الحالات، وان ليه بقى امراض بتقل بالنسبة لهم، انها امريكا ومنها استراليا ومنها نيوزيلند. المملكة المتحدة انجلترا نجحت من السبعينات لدلوقتي في ان هم ينقصوا حالات الذبحة الصدرية في البلاد ده، وده لان الناس دول ناس علميين، ولما وسائل الاعلام وسائل التعليم المختلفة بتقول له ان في حاجة مضرة بيمتنع. التدخين عندهم بيقل، استخدام المواد الدهنية اللي هي الدهون الحيوانية المشبعة اللي هي بترفع الكوليسترول في الدم واللي هي بتعرض كل الكلام ده بيقل، علاج ضغط الدم، كل الوسائل اللي ممكن انها تقلل حدوث هذا المرض هما بيتبعوها. مستوى الاعمار ارتفع. النهاردة بلد زي امريكا وصل المسألة اقتربوا من 90 سنة مستوى الاعمار. تشوف الناس هناك اللي هم بعد المعاش وبعد ما اعتزلوا في منتهى الصحة، وصبح الصبح ماشي ومعاه كلبه منتهى الصحة والعافية وماشي كأنه شاب صغير. واحنا تشوف عندنا الشباب شيوخ في الثلاثين وشيوخ في الخامسة والثلاثين، وعماسك السيجارة وعمال يشرب السجاير وما فيش فايدة تكلمه. السجاير بتقطع القلب يا دكتور زي ما بيقولوا. طبعا طبعا. وبعدين السجاير قطعت قلبه. تلاقي برضو الظاهرة المقلقة قوي، تبص تلاقي عندنا اطفال ابتدوا يشربوا سجاير. دي انا مكنتش بشوفها، يعني اطفال في العاشرة والحادي عشر والاتناشر بيشرب سجاير. حاجة برضو مقلقة اكتر، بنات بيشربوا سجاير. الكلام ده على وقت احنا ما كنا يعني شباب وطلبة، ما كانش بشوف الحكاية دي ابدا. وانا بقول الحكايه دي مردها حاجه رب الاسره. واحد قاعد في بيته عنده رب اسره وعنده بنت صغيره وعنده ولد صغير عندهم 4 سنين 5 سنين، والبيه قاعد طول النهار بيشرب سجاير قدامهم. طبعا مثلهم الاعلى مين؟ البيه اللي بيشرب السجاير. وبعدين الطفل بيضع فيه مفهومه، عايز يكبر ويبقى راجل زي باباه. ايه علامات الرجوله؟ شرب السجاره. وفي وسطهم بقى في مجتمع الاطفال اللي ما شربش سجاره يبقى عيل. بنت شايفه امها ما قاعده السيجاره طول النهار وعم تتكلم في التليفون ومعاها السيجاره، وقاعده بتتكلم بتعمل اي حاجه ومعاها السيجاره، هتبقى كبيره وزي ماما امتى؟ لما تشرب السيجاره. وبعدين نبص نلاقي مجتمعنا بيبدا التدخين من سن 10 و12 سنه. وبعدين نقول ان بدايه تصلب الشرايين بيبدا من سن مبكره جدا، يعني بيبدأ من سن 20 بتبتدي علامات التصلب تبدأ في جدران الشرايين. والحقيقة دي اكتشفوها أول مرة في حرب فيتنام، لما كان العساكر الأمريكان بيموتوا هم شباب جدا في الحرب وبيشرحوا الجثث وبيلاقوا اليولو باتشز اللي هي الحتت الدهنية ده موجودة في الشرايين بتاعتهم من سن 19 و20 21 سنة. اليولو باتشز موجودة اللي هي بداية الصفائح الصفرة دي اللي هي بتبقى بداية تكون الباتش اللي هي الاثيروما اللي هي الحاجه اللي بتعبر عن تصلب الشرايين. فده بيبدا في سن مبكره. ده في ناس من القوه ان هم لما حتى حد يديهم سيجاره يقول لك لا السيجاره دي خفيفه. انا ما بشربش السيجاره دي عشان خفيفه، يعني الى اطران. هو بقى بيحب الاطران، السجاير فيها اطران وفيها نيكوتين وفيها اول اكسيد الكربون، فيها حاجات عظيمه جدا، والظاهر دي وليمه. هو بيدعو نفسه اليها، عايز اطران وعايز نيكوتين، عايز يصطبح باطران ونيكوتين واول اكسيد الكربون، وبيحب الحاجات دي. هو بيحب يصبح الصبح يشرب. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه يا دكتور. ليه السيجاره بالذات او التدخين بالذات غير مرتبط لا بمستوى اجتماعي ولا مستوى علمي؟ يعني حضرتك تجد ان
الشخصيات البسيطة جدا السيجارة عندها شيء أساسي، وشخصيات مثقفة وكبيرة جدا التدخين عندها أيضا شيء أساسي. ليه؟ هو أنا أعتقد أن ده ما يبدأ كظاهرة اجتماعية، لأن في كل الأماكن، المصانع، المدارس، كل التجمعات في بداية الحياة بتلاقي أن التدخين الظاهر بياخدوه علامة من علامات النضج، أو بيتخيلوا أن فيه متعة معينة أنا ما أعتقدش أنها حقيقة موجودة. وبيبتدي بقى منصر التقليد، أن الواحد بيشرب سجاير وبيبتدي التانيين يعزم على اللي معاه، بتبص تلاقي اتنين مع بعض وبعدين ابتدى يعزم عليه، شويه شويه بيتعود عليه. وبعدين من الغريب ان ماده النيكوتين ماده محدثه للادمان، وعلى عكس المفاهيم الحشيش ماده غير محدثه للادمان، يعني الانسان سهل انه يدمن النيكوتين عن انه يدمن الحشيش. فده مصيبه، يعني ماده محدثه للادمان اكتر من الحشيش. ومع هذا المصيبه الاكبر ان هو بيبطلها بس لما يعيا شهر رمضان، يعني شهر رمضان بيقعد طول فتره الصيام ما يشربش ولا سجار. اذا انت قادر انك انت تقلع عن التدخين، وبعدين يدفع المدفع يضرب من هنا، البيب يفطر على الاطران والنيكوتين. لازم اطران ونيكوتين في الاول وبعدين يدفع. دكتور احمد، هل هناك تدخين سلبي وتدخين ايجابي؟ بالتاكيد. التدخين السلبي دول انا بسميهم دائره المظاليم. واحد بيشرب سجاير وله في ذلك حكمه، وبعدين الباقيين حواليه عمالين ينضروا ويتاذوا وما لهمش ذنب في حاجه، وبعدين اللي بيجني على نفسه يعني مسؤول عن اللي عمله في روحه، لكن بقى لاقي جنبه ذنبه ايه؟ ناس في مكان عمل مقفول، عمالين واحد يشرب سيجاره بيسمي من اللي حواليه. راجل رب اسره قاعد، الست لا بتشرب ولا اولاده بيشربوا، هو قاعد يشربون طول النهار مدخنه. الست شربت السجاير غصب عنها والاولاد شربوا السجاير غصب عنهم، وبعدين نيجي نفحص حد منهم نلاقي صدره تعبان، نلاقي كل الاشكالات اللي بيحدثها التدخين في الشرايين موجوده عنده. طيب البايب والسيجار في محاولات كثيره لان هم يعني يحتالوا ان التدخين يبقى اقل ضرر بسبل مختلفه، ويقول لك ده انا بشرب شيشه، ويقول لك انا بجيب المبسم واحط فيه فلتر، ويقول لك البايب ما فيهش ورق، ورقه السيجاره بتتحرق لها مدار، وانا بتجنب ورقه السيجاره. هو الحكايه صحيح برضه لحد حد ما، ان ورقه السيجاره نفسها لما بتتحرق في مكونات بتطلع منها بتضر، فيقول لك اهو بقى ده دخان عادي ما فيهش الورق. يبقى انا عايز الكلام ده كله كلام فارغ طبعا، لان في النهايه التدخين هو تدخين. واحد يقول لك انا بطلت السجاير بس بشرب شيشه، يا سيدي ما عملناش حاجه. ما هو هي نفس الادخنه اللي بتحدث الامراض في القصبه الهوائيه وفي الرئه وفي الشرايين وفي الشرايين التاليه، هي كلها يعني حدث. مش زي ما بيقولوا ان الميه اللي موجوده في الشيشه بتنقي فعلا الدخان اللي خارج؟ اللي بيحصل في النهايه ان الدخان اللي خارج بيبقى فيه كل المضار اللي هي موجوده، لان مش كل حاجه فيه بتدوب في الميه. الاطران ما بيدوبش في الميه، واول اكسيد الكربون ما بيدوبش في الميه، فالمضار المواد المضره كلها بتوصل له. وهو نتيجه لهذا الزعم بيتصور انه مش بينضر فبيشرب اكتر واكتر. ده في حاجه كمان، ان يعني كنا معتقدين لحد قريب ان التدخين الكمية عدد كبير من السجاير مضر، وان التدخين البسيط 5-6 سجاير في اليوم مثلا ده مش مضر. وفي ناس كتير معتقدين وعايشين على هذا الزعم، يقول لك يا دكتور انا بشرب 5-6 سجاير في اليوم. لا، برضه التدخين القليل مضر وله مدار، وده ثبت من ابحاث علميه انه برضه بيحدث تاثير على الشرايين، وبرضه بيحدث تاثير على الدوره الدمويه. وفي النظريات الحديثه قوي بتاعه ازاي بتتكون الاسيروما او الحاجه بتاعه تصلب الشرايين، القصه يمكن بتبدا بان الغشاء المبطن للاوعيه الدمويه بيضار، ويترتب على كده سلسله من التفاعلات ومن الاحداث يترتب عليها تصلب الشريان. بيبدا الضرر بان حاجه بتاذي الجدار المبطن للاوعيه الدمويه، احدى الحاجات ده هي التدخين، يعني بيبدا القصه. فكل ده بيحصل حتى من التدخين القليل. دكتور احمد، احنا في نهايه لقائنا مع حضرتك النهارده بنشكرك جدا على هذه المعلومه المفيده جدا، واللي بنتمنى انه مشاهدينا ياخدوا بيها وما يستهتروش بالكلام ده، وما يقولوش كالمعتاد ان هم بينبهونا من السجاير والدكاترة كلهم بيشربوا سجاير، وان الكلام اللي بيتقال عن السجاير كتير قوي كفاية بقى،
والكلام اللي هو احنا لما بنقعد في وسط الجمهور العادي بنسمعه، فعارفين ان هو ده اللي متداول، وان شاء الله من خلال كلام حضرتك النهارده يكونوا اقتنعوا ويكونوا فهموا، ومن لم يقتنع فالطريق الى الطبيب مفتوح وموجود. هو كلمه صغيره بس في النهايه، يعني نفضل فين الدكتور بيشرب سجاير؟ يمكن الدكتور ده زهقان من الدنيا، مالكش دعوه بيه. شكرا يا دكتور. أعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الجولة السريعة داخل فقرات برنامجنا، نتمنى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذه الفقرات، ونتمنى بالفعل أن نكون قد وفقنا أيضا في تقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وجميع مراحل نمو الطفل من خلال فقرتنا عبارة عن المستقبل. بنلقاكم إن شاء الله مع حلقة جديدة من أباء وأبناء في حلقة قادمة إن شاء الله مليئة بالمعلومات للصحة العامة. نشكركم أعزائنا المشاهدين، متمنين لكم المزيد من الصحة والعافية. شكرا وإلى اللقاء.